بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأخير من سلسلة دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلقة رقم 32، 13 جمادى الأول 1438 للهجرة، الموافق لعشرة فبراير 2017. والحلقة الأولى، الحلقة ثم زواروث تلا، يوم الجمعة 29 ربيع الأول 1435 للهجرة، الموافق ل 21 جانفي 2014. عنوان حلقة اليوم: وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكا لكل بداية نهاية للدرس ني عبد الناس مثلا، الدرس رقم 31، نمسلا يدا في حجة الوداع، اسمس حجة الوداع، وعلقنا على بعض فقرات خطبة الوداع، تسمى أيضا حجة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يحج ديو الحج، يوث الحج، يوم الحج دي حوج الأولى والأخيرة، الحجة مزوارو الحجة نقالو، أيضا اسمس حجة الإسلام، اسمس حجة البلاغ، واسمس كذلك حجة الوداع مع خطبة الوداع، عند يودع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 مسلم. وقد حضرن فينا ذي عرفات أكثر من 100,000. وبلا شك سبحان الله الأمراجي يذكرنا بأمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام نزل عليه الوحي، فكان وحيدا، فكان يعبد الله وحده ويوحده وحده، إلا واحد صغار حراء. بعد يوالدي حراء دايما حضرم دايما تشفان يمد نشرح هذه الدروس نية كثير مزوالة، الدرس مزوالون الدرس ويسير. عند النبي صلى الله عليه وسلم يوالد سخام يناسي خديجة بنت خويلد، يناس زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، يعني ذا جديد الوحي ينزل في الناس، اقرأ الناس ما أنا بقارئ، اقرأ الموس ثلاثة الناس اقرأ، هكذا نزل القرآن يعني في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يروح السخان سيدة خديجة رضي الله عنها ثنا إناس زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، يقول في مانيس، ولكن فدي من أول خطوة واستنارا شغلك السنغارا شغلك قرقازن روح سندوكاليك نغروح رويال ثنيس كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثنيس ذي المحال ربي أكيج ناك يجري فردان فدي ذست في كياس سمحت في ذكرا الصفات إقسعا إمي لجالس المحال في جرب سبحانه يجري فردان ثنيس إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتعين على نوائب الدهر. أفيد سمحتاي سير الخصال إقسع النبي صلى الله عليه وسلم ذي المحال ربي في جيري فردان بلي ثم ربي إيدي. ولكن أكا فسد حجة الوداع ما كان دلنا يدرسني عدان أكثر من 100,000 يقفن ذي عرفات سلاسلان الخطبة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت هذه الخطبة كما قلنا كانت تحمل أحكاما شرعية، وكان تحمل وصايا، وكان تحمل إرشادات وتوجيهات للأمة. بعد نزلت الآية الثالثة في سورة المائدة، داقي نختم درسني عدان مدينة ربي سبحانه في القرآن في سورة المائدة الآية الثالثة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الدين ينكمال، ينكمال في أربع مجالات كبرى، ينكمال في المجال الأول وهو مجال العقيدة، مجال الإيمان، إيفان
العقيدة زدية تصفى ثفان عقيدة التوحيد معنى دي قيمة الشرك أذي عاش يرين سلمن ذين الشرك انتهى. الأمر الثاني لذلك شوف مقرئ الآية اليوم يئس الذين كفروا تفذا بخطاب التيئيس في حق الكافرين اليوم معناه لحظات الأخيرة للشرك للكفر العالمي والشرك العالمي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم إن كمل دين ذي المجال مزور مجال العقيدة إن كمل المجال والسين مجال العبادة ذين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والنبي عليه الصلاة والسلام ذي الناظر ذي الحج إن يسنخذوا عني مناسككم أمشي يعني السنة تبين ما جاء في الكتاب العزيز في القرآن الكريم يعني ما كنت حصان فظلث مثلا وغدي النار ربا مشى نزل ربي انك زلت وخلاص اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقيموا الصلاه ولكن تفاصيل امشى نزل هيئه الصلاه احوال الصلاه عدد الركعات ياكلوا مراقي كامل ذنبي عليه الصلاه والسلام تدي شرحا كيث تدي في قنن إناد صلوا كما رايتموني اصلي زلت اماكن اثوالم زلا ذي الحج ايضا خذوا عني مناسككم يحج الحجة الأولى والأخيرة في ناي يحج دي يكون سلمن ولا أنت أمشي دي حج ولا يك الخطوات سيناس خذوا عني مناسككم لذلك الدين قد اكتمل إن كمال ذي الأمر والسين اللي هو العبادة إن كمال ذي الأمر والثلاثة اللي هو الشريعة معنى وجد الشرع الشرع إن كمال الشرع ذاين إن كمال كما سيتضح إن شاء الله في الحلقات القادمة إذا كتب ربي سبحانه عز وجل من خلال مادة في علم الأصول شرح كتاب جمع الجوامع إن شاء الله وقدر. أقول إذن اكتمل في المجال التشريعي ربنا في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أحكام الشريعة فانتد في جميع مجالات الحياة يعني يكذي يثذر بمذان ينسلم ذي جميع المجالات. المجال وسط قالوا لي هو مجال الأخلاق خطر الأخلاق منظومة الأخلاق مهمة في شرع الله مهمة في الكتاب في الوحي الأول وفي الوحي الثاني في الوحيين الكتاب والسنة مهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو مهمة في حياة المسلمين ما إلا نسلم من فضل تلا كل شيء إلا رمضان إلا العشور الحج العمرة ما هو يخص الأخلاق يخص لذلك الجانب التربوي والجانب الأخلاقي يسعى القيمة ثم قرانت ذي الدين يكفي أن نعلم بأن الله عز وجل قد مدح مصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم باش يفقن ربي سبحانه باللي تصرف كاع الساعة مازال يثذرت بمذان يشكر النبي صلى الله عليه وسلم سوا شو تصرف كاع لاين سي الأخلاق كساعة صلى الله عليه وسلم. أسمي تنزل الآية كي اليوم أكملت لكم دينكم عمر بن الخطاب يترو أننا سامح شي من غشورة ترضي عمر إن يس إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن يس مدام الدين ينكمال المعنى يس النبي عليه الصلاة والسلام أذي روح إلى الرفيق الأعلى إن يس إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. طبعا ثم تصل الأحداث تصل يعني الأمور ولكن ألخص مدام سجل الحلقة ثاني قالوا في الحلقة الأخيرة يعني أقف عند بعض المسائل فقط وبعض النظرات. مقدمة عن الموت خفيفة يقدر ربي سبحانه إن كل نفس ذائقة الموت ربي قدر سبحانه عز وجل وليش من سمتثرة ياك تخلقي ثم بلا استثناء كل نفس ذائقة الموت المدينة ربي سبحانه في آخر الآية 185 من سورة آل عمران إناد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إفكاد ربي سبحانه الوصف الدقيق أسميغ ديننا بلي أنا مثيك ولا شو نسمي السفرة كل نفس ذائقة الموت بعد ما يختم فمن زحزح عن النار وين يقدر ربي سبحانه يسلك في جهنم ويشم الجنة وأدخل الجنة ربنا فقد فاز. في الحقيقة الفوز الحقيقي ذوى دونيث أطس يقسع يفازم وين يخدم ثاف الله تربح يفاز وين سعد لك زما يربح كين فائز ذي الرياضة ذي الاقتصاد ذي القراية ذي التجارة ذي يكل مر الدونيث أحيني نربح ولكن نربح الدونيث كني فغوي لا أدياسي ونواس أدس الموث الرزايف أغسو يكوى ينزيضن الدونيث أطاس يقعرض بنادم بين زيضن دي الدونيث أطاس ولكن اسمي اسم دي عليه الصلاة والسلام هادم اللذات بلاد ميدي مثل الموث أذي خدم المراجعة إيمانيس وذي السين ذا شو سوى الدنيا ثكن سيدنا ربي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قرص قذري الدنيا ثم الغرور الدنيا ثم الغرور. سورة آل عمران الآية 185 إيمدينا ربي سبحانه فقد فاز. باش نفهم الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة. خطر الفوز في الدنيا مآله الفناء أما الفوز في الآخرة والآخرة دار القرار فوز دائم لا ينغصه شيء. الدنيا تسعى المنغصات تسعى أين تسلغون إلى وين يسلغون غصب ما ذي فرح أذجاذي لذي في الحالة ما شاء الله هنا أم بعد أثني يساد الخضار شحال من دريد قيمة كانت فاميل تزهان فرحان تقصيرا الخير أربح أدياس ميساج يون كان الخضار لقو بورطا لقو عقاي السوال أسين يرجوث الثاني يظهر كذا وكذا لا نتصلصن ولا نتسرون صافي معناه الدونيث ذم لغرور حقيقة المعنى يس الفرحين ستذمارا الربحي ستذمارا صافي أما السعد بين أريخ من إيو زكا ذا إيوين إلا من بعد زكا يعني إيو خم أنتو ذرث أخم القرار ذا خم يصر رجل دي الآخر مدواجي دونيث ساعة زاليس بلا شك ولكن ماذا بك بلد ما تسيرتي في حيرف أندا أذي الزرع ذي الدونيث أين يغلث ذي الآخر ذي ناظ الفوز الدائم الذي لا ينغصه شيء ربي ناد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونقدر ربي ذي الآية أيضا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فقيت في فساد في صورة قاف الآية 19 هناد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أوريزميري ولا ديفال سي الموت سكرات الموت في وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم نتسى في وضع تيد سكرات الموت وما أدراك بسائر المخلوقات ولا شو نعرضها سكرات الموت إن ذا ربي سبحانه الآيات كثيرة إن أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فقي سورة النساء الآية 78 ويناد كذلك في سورة الملك الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. المعنى يس خلق ربي الموت خلق ربي الدنيا سبحان الله ذا جزور ذي الموت الذي خلق الموت والحياة باش أنفهم باللي غاس نساد غير الدونيث الموثى تراجو أندا أنزرارا ويموثي ساعة دقيقة ذي العمريس لأنه قال عشر دقيقة فقط إيلو لدي عشر دقيقة يروح ويعش عشر أيام وعشر سنين وخمسين سنة ومية سنة وقل وأكثر ولكن كل من عليها فان
ربي آية سورة الملك الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك ربي دوى لله ميراث السماوات والأرض سورة الحديد آية العاشرة مع انطلاق نحصو باللي يكد دوني ثقية سوغ على الماء من سيدي خلقا مثل سيدي خلقا يجنوان يدي خلقا نيثران يدي خلقا البحور يدي خلقا الضيور يدي خلقا الذرار يدي خلقا يطيج كلش مثل سيدي خلقا ولكن يخلقا غيد أقلا أن سعيشي ثمورث نورث نتشان سوان سعيشي ولكن إن يغد ماشي كدهنوي ولا يكون يدي خلقا ربا ذي روح إذن الساثي ورثا ولله ميراث السماوات والأرض سورة الحديد الآية عشر العاشرة. كذلك في سورة آل عمران 180 آية 180 ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وكذلك في سورة الحجر الآية 23 وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون سورة الحجر الآية 23 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر في سورة الحج الآية 66. بعد هذه المقدمة نروح مباشرة نربط الأمر درس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. مد يغى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع يغى دي المدينة المنورة سين بكا يغى دي المدينة المنورة يكمل أشود يقولان قوقور ذي الحجة أم بعد يكمل يعاش شهر محرم يكمل يعاش شهر صفر أن بعد من العام العاشر ذي الوقت اللي بدأ بتجهيز جيش أسامة بن زيد وتجد قصة عجيبة يعني أيغر يحذره وأمره على هذا الجيش ذن سيد الأمير أمير باش يروح البلقان لنشر الإسلام لنشر دعوة الحق يرسم في سطار إسلاما كما تقول الروايات 18 سنة ذي العمر أسامة بن زيد نتصور قشيش 18 سنة ذنسا يخدم يقرر النبي عليه الصلاة والسلام ذي الأمير من الجيش أري روحنا البلقان أري روحنا لفلسطين إلا ذيك الصحابة المهاجرون والأنصار إلا تحت إمرة أسامة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان يعني كبار الصحابة سلقدر نسم من المهاجرين والأنصار أنوي قران النبي عليه الصلاة والسلام ذي الأمير في الأسم ذي أسامة بن زيد 18 سنة فكي ذي نحفظ درس آخر فكي رسالة باللي كفى التكوين النبي عليه الصلاة والسلام ذين فكيف أمام زي ما مقر معنوي دير في زمراس يزمر هذه رفض الرسالة يزمر هذه رفض الأمانة غص الضيف ماشي ذين خفيفا باش ينذي لي أمير جيش المسلمين يرنا دا يروح إلى البلقان ماشي ذين سهلا ولكن الصحابة رضوا بذلك أبو بكر الصديق سينرى يا رسول الله هذين كذا نزوروا شمال الإسلام نغادي نتقع لي ابن أبي طالب سين يا رسول الله الزرغم كاني وذا شوث نغى عثمان عمر خاطي عدة رسائل وعدة نظرات. النظرة الأولى باش نفهم باللي النبي عليه الصلاة والسلام يفكى الأمر طبقا الصحابة بلا تعليق بلا مناقشة ستادير يعني قفل الأوامر النبي عليه الصلاة والسلام القرارات ينس. الأمر الثاني رسالة ثانية باللي يلمزي يوي التكوين الكامل باش يفكيس التأهيل باش يقود جيش المسلمين وتحت إمرته كبار الصحابة. رسالة ثالثة باش يفكي الشباب باللي لقتي لارولاب مع انت هي المزين مع انت تسيري ثار الشباب منهزمين نغل حياة السن تقني شيني جون مدام جون ستادير ورسعوا لا المبادئ ولا القيم ولا الرسالة ولا هذه قيم كان لعب معليش هذه لعب ماشي لعيب ما يلعب ولكن ذي العيب ما يلا في ذر في ساك وتفهم ذي لعب اكن يكمل هذه غير مغارض يقول ذي لعب هذه غير ذي لعب والسلام معناه بشر ديف قلبي عليه الصلاه والسلام من خلال اسامه هذا هو الشاب النموذج الشاب الرسالي اللي ينصر الاسلام
من موقعه ويستثمر فتوته وقوته العقلية وقوته البدنية نصرة للدين والحق. حل معنيس ذي المزين غير المزين أكا إديوي الحال أذفه من ثغرات النبي عليه الصلاة والسلام باللي سعان الواجب ولذني ثني أذكملن الرسالة ورثن بالرسالة وأذكملن أتسيغضن في المسألة يوفار طولة فلسة روح سيدنا ظل. المهم في أواخر شهر صفر من السنة الحادي عشر من الهجرة يعني سقواس الحداش من الهجرة النبوية أواخر شهر صفر ذينا يفذن في عصاته السلام يفذث الهلاك الهلاك مزوري في يفذن الصداع ما كدين شقيقة صداع يعني الصداع قاعدة قروس من بعد ثغال ثولة طبعا باش هذا نفهم ضغي رسالة نظن ما إلا يونسي نغي يهلك ولا من ينسلم يهلك يوفن زين لها المعنى سيزيز دي يا ربي سبحانه إن شاء الله سدنو في سيني دي قرنا سيزيز دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكن يهلك ما كان هلك المدن عادي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يهلك قرحة تولى قرحة قروس إلى آخره من بعد يدسن سكرات الموت كما سنشرح بعد حين عادي والكل يستقي مالي وأن يعني يفكي يصدر ربي الهلاك إلا قد يصبر إلا قد يصبر باللي الهلاك إني ما يصبرس يسعى لجر ذم قران يخينا غمد السنة أبو ذي الغفاري أسمي يقيم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ذا شو سنينا كل يوم شو سنينا أبو بكر الصديق طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن يسحوا بباء اليوم من دنياكم ثلاث يفذر ثنتيد منها طبعا الصلاة الطيب والصلاة ويعني النساء يقصد الزوجة الصالحة إلى آخره أم بعد أبو بكر الصديق كيف كيف إن يسحوا بباء اليوم من دنياكم ثلاث النظر إلى وجهك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي في سبيل الله عمر بن الخطاب كيف كيف حبب إليه من دنياكم ثلاث قول الحق ولو كان مرا والأمر بالمعروف ونولها ونهارا والنهي عن المنكر ولو جهارا إلى آخر عثمان بن عفان كيف كيف إن حبب إليه من دنياكم ثلاث إطعام الطعام إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام علي بن أبي طالب كيف كيف إن أيضا ثلاثة إن إقراء الضيف والصيام في حر الصيف وقطع رقاب المشركين بحد السيف أم بعد أسمي ذو أبو ذي الغفاري هنا سنكيني حملة ثلاثة هنا حملة الهلاك اللاز أكذ الموث لأن أسمك كيف تحب أمورا يبغضها الناس أمشي تحمل أين شرهن مدن وقح حملنا اللاز وقح حمل الهلاك وقح حمل الموث هنا أحب الجوع ليرق قلبي وأحب المرض ليخف ذنبي وأحب الموت لألقى ربي هنا يسحم اللاز باش هذي رقيق ولي خطروني اللوزن هذي السين أمشي تساعد سيفن وقاذي اللوزن يمغذان يليلن إلى آخره لعب ذموري اللوزارة وري السين هذي هضر في اللاز لا ديفينيسيون اللاز ويتي سندوني اللوزن إما ليون لفذا يروى جميع اللوزياك تسين أنا الجوع وهذه من مقاصد الصيام بالترفقة وأحب المرض ليخف ذنبي العبد ما يهلك يصفر رب ذي السخف فلس الذنوب وأحب الموت لألقى ربي إن يسحب لغ الموث باش قبل ربي خطر يزرع ويقذر الموث خطر يزور يخدم ذي الدنيث أين يفذي الآخر خطر يزرع أين يزرع ذي الدنيث يغلث ذي الآخر إذ النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصاب الناس النبي صلى الله عليه وسلم قسني ذي يهلك جد وصايا أتصي في دي وصا أما سيقول تلطري وإن كذا مغار نصم غاف ذي الوقت الثاني نقول الهلاك وكذا يتوصي يتوصي في تجمات يتوصي في ذكلي يتوصي في الخير نراكا يديوي الحال من أنوي يتوصي نراكا أسيني أمي بغداك ذا عميك 30 سنة ديال لا جوستيس كمل اتونسيون تفروض تقبل ضغط الفراف باباك 30 سنة ديال لا جوستيس هاك ذا عميك حشني ثورة ما خلوي إلا قاسي ندير كازان حرشت كملت ديال لا جوستيس نورمال هانتي الوصايا نغاسيني مرام ثغنكيني حاذر الفلاني
هذه حضرة الجنازة نسعك الوصايا شكيت انت قول لك زوين. لذلك الى هو الذي يوصي الذي يوصي. لذلك الشرع شو ديننا هي كاين يوصى الميت اذا قد يعدي غرفال من الشرع اين قبل الشرع مرحبا اين قبل راه الشرع وطبقها راه وسقرا بويسكي جاثد الوصيه الى اثنطبق وكيد الميزان. النبي عليه الصلاه والسلام طاس الوصايا ديال الجا منها منها طبعا في حدود الوقت المتاح منها وصيته بالصحابة عموما وبالأنصار خصوصا إني أوصيكم بالأنصار يوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ماشي كان يوصاو قال لي حضرا يوصايا غاك باش أنحذر الصحابة مد نفذر الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أدنني رضي الله عنهم أجمعين هذا يهضر ربي في اللسان يوصى بحسن الظن بالله إن أحسن الظن بالله عز وجل وفي حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الوصية معني الهي الذي سعو الذي سعو الثقة لربي سبحانه يحسن الظن ماشي لسفران تفغ العقل نسينا مشي نكيني غني في المصيفة في الحيفة الرحيف ولا قال يفغ العقل لعب ذلك دائما وليت كسر فوسيس يا ربي نقال استقبالي لكن فغي الله فنادم إلى قضي الصفر هذه سعو الثقة يا ربي سبحانه عز وجل ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الظن بالله عز وجل ومن ثمرات إحسان الظن تطبيق الشريعة ينس ومن ثمرات كذا أين ديفكار بس مرحبا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره الحديث يقول الإسلام أخرجه الإمام مسلم في كتاب الوصية كذلك قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوصف ظليف تظلي 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 توصي في الناس خطر الصلاة عماد الدين إلى غير ذلك من الوصايا ذكرت بعضا منها ثم نروح النبي عليه الصلاة والسلام يهلك وللزميلة دي فغمي حتى إلى المسجد بشر الظال وبعدين يوصى إن يسمروا أبا بكر فليصلي بالناس أسميث يوضي وصى إن ينتسب بكر الصديق هذه الظال سلغاشي هذه الظال سينسلما فليصلي بالناس سبحان الله ذاك نفهم المقام يقسعى بكر الصديق النبي عليه الصلاه والسلام وتسجد الحجه يستخدم الصحابه يمشي درشحا للخلافه زين سيد الخليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه الله نبينا صلى الله عليه وسلم لنا اماما يعني في امور الدين تظليت عماد الدين زنساغي قوصى باش الظل سينسلما امش في امور الدنيا لذلك تجلس خدم الصحابه هذه الحجه إمي ترشحا لخلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خليفته الاول من بعد عائشه من المؤمنين زوج النبي عليه الصلاه والسلام فنيس يا رسول الله فنيس ان ابا بكر رجل أسيف معنيس رقيق القلب رقيق ثساس رقيق وليس ثنيس إنه إذا قام مقامك ما إليه فذقم كانت فذشيني لم يكد يسمع الناس يعني من كثرة البكاء يسمشوا للزميرة رفذة أذي فد ذي المحراب أن دث فذشيني يا رسول الله فذا رقيق وليس رقيق التساس والسجل راه ام الطاون باش هذه الظال الما ويزمر راه الصوتي سافيا وض لا يسمع الناس يعني بالقران المهم النبي عليه الصلاه والسلام ذا الراي سريع الدين صلى الله عليه وسلم ايها المنكر الصديق هو الذي كان يصلي بالناس المهم يعني ظهرت بعض الاحداث يوم النبي عليه الصلاه والسلام يعني يفقدك اني فهمن باللي يظل يلسن جالسا وكذا فهمن باللي ثان تحايا ولكن اماكن قارن الموت الرحى المهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتغشه سكرات الموت فنقيم في اللحظه الاخيره او اللحظات الاخيره اماكن كنا غير مثلا سكرات الموت تغدى وظنتياكو لذلك انظر الدونيث كيني فغو عاش بنادم في الدونيث مدي مثا الموت رزايت تسع سكرات
أذي ضرب لي الدنيا ثقي لا تساوي شيئا. ذا شو سوى الدنيا سوى كلمة إلى فندم استثمر هذه الدنيا وحولها إلى مزرعة للآخرة، يزرع فيها الطاعات، يزرع فيها القربات، يزرع فيها الباقيات الصالحات. نعم أذي الدنيا في استلحير أذي الزو ذا شاري الزو أين الهان أين ريغلت في الآخر. نعم ثقي أتشفح الدنيا تشكيت ذا شو قد ساكن السر الدنيث ذا شو قد ساكن السر يتوذر بمذان ذي الطاعة ذي الإيمان ذي القربات ذي الخير تاكمات ساذو كلي وقال يقد ساكن القيمة وإلا شو الدنيثي البلد من يتشا يسوى يتصي يتشا يسوى يتصل ما أخيرين يروح والسلام عليكم وعليكم السلام. أما كان سينا الشاعر إنك أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الأثر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. معنى دونيث هذا مكان دونيث بذي الطاعة أتسعو القيمة سوطاس. لذلك سكرات الموت أرغد يوضنك يوضنت النبي صلى الله عليه وسلم تتغشاه سكرات الموت المجرف السكر قمان فيمسح وجهه الشريف بذلك الماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. الحديث رواه الإمام البخاري في باب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه غيره. أو آخر حاجة قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ذينا أغدي تخبر أغدي قارب اللي أقلي وظنتيد سكرات الموت وأكوني دوظنتاك سكرات الموت. أما ذا بيك أولا قارو أردي فغن سجير ساون نون إزغن أولون نون ذ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصايا باش نلقن المحتضر الشهادتين. المحتضر يعني وين دوسان سكرات الموت ما يسمى ساكني وقادي لانذين إلى أثل قنن الشهادة التعوازن مشال ما إنا يسئينيد خطر ذي الوقت ني وريزي ميلا ذي هضر الحالة ينس ماشي بيني سهلم بقى على خيرات دونيث أي سهجي إيمانيس باش هذه روح سخم القرار ورثي السين ذخم الاخرث ورثي السين غاس يومنيس سيدت ولكن ذخم ري السين ذ الاخرث يدي سدون ان للموت سكرات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي باش ونغفل راه باش وينا ولا مولي زميرة ديال تقسيم سيس مقار سوليس ادي مشتي وسوال لاغيس ادي زرب اللي ادي مث ذين سلم أتديني سوليس. وربي ناد يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا الله إن للموت سكرات. نبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى إمث صلى الله عليه وسلم وطبعا هي المصيبة العظمى مشيذين سهلا بكى الصحابة رغم أنهم مؤمنون طبعا هم آمنوا بالقضاء والقدر هم يعلمون بأن الرسول سيموت حتما هذه مث من ساعة ما خلقيت كامل ولا شو أذمثني ياك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم على ربي سبحانه أردي قيما ولكن المصيبة كبيرة بكاهن الصحابة عليهم الرضوان رجالا ونساء صغارا وكبارا بكته ريحانته فاطمة الزهراء بكاه أبو بكر الصديق بكاه عمر بكاه زيد بكاه أنس بكته أم أيمن بكوا 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 رونياك في الناس. ولكن سبحان الله العظيم وبحمده يعني شيء عجيب. سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان يكلم الناس سيقر رسول الله لم يموت طبعا تقول يعني الصدمات الصدمة عنيفة من ذاك ليش نظر أريد ذنبا وقذ عمر الفاروق
بشجاعته وجرأته وقوته وهيبته وإيمانه القوي جبل من جبال الإسلام ذذر الله يبارك، ولكن يتزلزل إناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إناس، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إناس يروح أما أماكن رأس سيدنا موسى بعد يغلد بعد يغلد، القصة معروفة. ولكن إلا أنت من بعض الروايات أن أمر يعني قرص ولاش ندين يموت كذا وكذا إلى آخره، ما نذكرش كل هذه التفاصيل. يسد أبو بكر الصديق أقبل، وبعض الروايات اللي أقبل على بغلته إلى حقد يفادك الغشي في الرأي يفادك الغشي تسلون إلى آخره. وبعدين يكشم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الناس، قبله كما تقول بعض الروايات مرتين، يعني السوذنيس كذا يروي الناس سيني بردان، وقال كلاما لطيفا. المهم يعني يتجاوز بعض الأمور. بعد يفقد إلى الصحابة، يروح بجوار عمر، بعد ينس على رسلك يا عمر. طب عمر سيقارن باللي يموت على ويهضر أبو بكر الصديق، عمر مازال يتعاود يوال بلي الرسول يموت على كما قلت لكم من هولي الصدمة. ولكن هذا الصحابي الجليل وهو أرحم أمتي بأمتي، لدت مواقف جليلة في حياة أبو بكر الصديق، رغم أنه الصحابة يقسعون الرحمة، ولكن الرحمة يقسع أبو بكر الصديق في جهد مليح، أي غير دنيا في جهد مليح، خطر النبي عليه الصلاة والسلام يدينان أدي يهضر في الصحابة ينس إن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر إلى آخر الحديث. المدينة وأشدهم حياء عثمان، المدينة ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن الجميع. أبو بكر الصديق ذاكس القوة للإيمان يكسعى الشجاعة يكسعى إن يسعى على رسلك يا عمر باش هذه السسم. وبعدين أثنى على الله عز وجل، يخدمت خطبة قصيرة يكوي المسلمين كحضر ديننا، إن يسأل من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه الكلمة الخالدة التي خرجت من فم الصديق رضي الله عنه. إن يسوني عبد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد يموت صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكي في هذا الموقف الجلل ذكرهم بالله عز وجل. مهما كانت المصيبة قوية، الإيمان يقوي الناس، يقوي الذين أصيبوا بهذه المصيبة. إن يسمى من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يولهيثن في الحاضرين يكون سلمان باللي ربي سبحانه ألا أنسى حي لا يموت، ولكن ربي يكتب كل الموت على الناس جميعا. ثم تلا قوله تعالى ذاكي من سورة العمران الآية 144 عند دين ربي سبحانه عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بعد ما تختم ربي سبحانه وسيجزي الله الشاكرين، سبحان الله، وسيجزي الله الشاكرين، وقد دين دائما يشكر الله عز وجل دائما وأبدا أدين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. إذن جماعة الخير ذاك أبو بكر الصديق يطفل الموقف، هذا الموقف الكبير من رجل كبير جبل من جبال الإسلام، ذي النابش ذي الصبر يكل حاضرين يكل سلمان أسنقار، فإن الله حي لا يموت إلا ربي. فإذا مات الرسول فالرسالة حية، الرسالة حية ولا تزال بيننا إلى اليوم، وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسالة يجسد. وإذا جي ذا نفهم ذا الأمر نظن يثمثن مهم جدا، ما هو في حياتنا نحن نكون مرد غلي المصيبة مرد رزو الموث أدرزو أتساوي وين عزيزم نغثين عزيزم إحلان وقد يتفغ العقل
ذا شو قلت قد مكتين ما مكتين ذا الواقع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصبرول هذه الصبرول ذا الرسول عزيز صلى الله عليه وسلم يموت فبالتالي كن فغوي لا عزيز ولكن عزيز في الله هذه مث عادي كل من عليها فان الأمر والسين أي رقم استقبالي مدرزة المصيفة سخان قرن شوي يصبر ويقبر ولكن يسعى الإيمان يصبر ولكن يخص يقبر التفوض في فرث العقال إلى آخره الأمر والثلاثة أنظر باللي تركيز سيتركيز الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره تجد تركيز تم قرآن تلقنا من سوى نكتب ربي سبحانه أديني كان مرحبا استكشى ربي أكن يغدينا ربي دقواليس في سورة البقرة في الآية 155 الآية 156 الآية 155 ربي ناد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات المدينة ذي الآية 156 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذلك مثلا هذه بعض النظرات بعض المعاني أذكرها في نهاية حلقة اليوم كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول عام 11 من الهجرة النبوية وعمره 63 سنة يعاش النبي عليه الصلاة والسلام 63 إسقوة سنة في الدنيا ثقي إجا يغد الرسالة والحمد لله إجاد الوحي الطاهر الذي يظل بين إن شاء الله وبين جميع الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وطبعا الصحابة كل يوم يمشي تسرون وطبعا قرن استقبال يقول مصرع ذا سوث أكي قرن مصرع ذا سوث مصرع ذا ثهناوث أسوث الهواء أدفك الهواء مصرع ذا ثسة الدفك امطون سيكي كان الدنيس ميلا فنادم فرع تجنوس الدفك لهوى الرعضة أنس رجل لهوى ما فرع الثسة الدفك امطون والذي امطون زمان الصحابة كدنا كل يوم حزنانية كل يوم مشيت سروق إلى آخره كل يوم بأمكان يقطف أنس أشو دينا رضي الله عنه إنه كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء أسميد يوسف عليه الصلاة والسلام يضوى النور ذي المدينة المدينة النبوية المنورة فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء يعني غادي يغلد الظلام يغلد الظلام ذو غزال يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله أم أيمن ذا شو استنى اسمه سرو ننس ما يبكيك على النبي ثنياس الجواب سبحان الله عجيب ثنياس قالت إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت الناس ثنياس زريق باللي النبي عليه الصلاة والسلام ذي مث ولكن يغسروه ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا ثنياس تسروه في الوحي أكينا نتراجو أثنت نزلت الآية أثنت نزلت الصورة أثنت نزلت ثنياس ترسية ذا الساون زريق ذاين الوحي تسروه في الوحي الذي انقطع الذي توق الذي انتهى الذي رفع عنا وسبحان الله هذا موقف من مواقف أمهات المؤمنين والنساء الإسلام ذكرنا هذا المثال هذا النموذج عن أمي أيمن رضي الله عنها وأرضاها ثلاث الخاتمة مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبقيت الرسالة السؤال المطروح ما دورنا نحن كمسلمين هذا هو السؤال الكبير وقيد السؤال من القرآن إلى قد نجاوب الناس باختصار دورنا كن من الله ثم زواروث دورا مزوارو الحفاظ على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إيجاد تريكا إيجاد الكتاب إيجاد السنة
إيجاد القرآن السنة إيجاد السيرة في نشرح في 32 حلقة طبعا في شكل نظرات كما قلنا في أول درس. صافي الميراث قدي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثنى يريف أسن النظر صافي الدور النظر أم كارث نحرز أم كارث نحافظ في اللاس نحافظ الناس في اللاس ماشي كيف نحفظ في الرؤوس ولكن نحفظه في الرؤوس ويعيش ويحيا معنا ومع نفوسنا وتحيا به نفوسنا في حياتنا وفي جميع مجالات الحياة. وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ماشي تمورث ماشي تزمورث ماشي ذاذري ماشي إجا يغيد ميراث النبوة يتمثل في الوحيين في الكتاب والسنة وفي سيرته العطرة. دور والسين أما كنا في أول حلقة السيرة النبوية تترجم أو تضع لنا منهج حياة فلنتخذ من السيرة النبوية منهجا لحياتنا بمعنى أين كث ولم كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره إلى آخره أمشي نخدم في رنكوني لمنهج قد بعد دينجر وقيل معنى يس في مجال الدعوة إن ربنا يس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين هنكني كذلك إنا يغد أغدينا رانا عتفيني عتف الإنسان ونخدم الدعوة إنا يبلغوا عني ولو آية بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف ورب ذي القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لما رويس ثلاثة أمشد سفر سير النبي عليه الصلاة والسلام حلولا لمشكلاتنا وأزماتنا المعنى بوال نكوني نسايش الأزمات أزمات كثيرة لكريز مشاكل الهموم ماشي ديوث ماشي ديوث على جميع المستويات على مستوى المجتمع على مستوى الاقتصاد على مستوى الثقافة على في جميع المستويات ولكن السؤال المطروح هل ترى نكوني نزمرد السفة الدواوي إلى هلاكة تعيشي سوين غدي جان في أما ذي القرن أما ذي السنة أما ذي السيرينس وإذا غدا نظر باللي ذا وجد الواجب نغي كل من لا ماشي الفلاني وكل الفلاني أم كل يوم دينا يسعى الواجب في الأمة الأمة يا جينا دين بعصاة والسلام أمتي أمة المرحومة ولكن ذا الأمة جينا غي ثمثنا تعيشي الحفظ القرآن في جميع المستويات نفغى أني لي إن شاء الله سوى ذي فنون ورتهدون سوى قاذ إززيزديين ورسلوغون سوى قاذ إجمعن ورفطون سوى قاذ إزرعن السيرم ماشي سوى قاذ إزرعن لياس سوى قاذ إزرعن المحبة ذي الحمالة ماشي سوى قاذ إزرعن الحقد وكذ البغضاء وكذ الكراهية سوى قاذ إن شاء الله أري رفذن راية الإسلام سقوي قاذ أري نصر الإسلام سقوي قاذ إن شاء الله هر داسل وقاذ ذفيرنا هذا ديننا كندين القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أني ليس اللاحقين زوارنا السابقين زوارنا السابقين ولكن أي أنسير من اللاحقين اللاحقين في الصراط المستقيم الذين اتبعوهم بإحسان مع انتهى يمزور زوار الله يبارك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يموت ولكن يجد الرسالة مات الرسول وبقيت الرسالة حية ويربان الصحابة عليهم الرضوان وسيرتهم أيضا تترجم يعني واحد السمو في التربية والتكوين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أشرف على تربيتهم. لذلك نقطة أخرى أيضا مهمة مدنو غلغ الأزمة تاقين المشكلة سايشين الهموم سايشين أو هارب كل يوم ذينا اللغيس أثي استخدم أم كذي السفر أين ينفع ذايا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا ماشي واحد
أخطر مدلس وربي قمذن الكمال لله ذيني مغدين ربي في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في الخاتمة نتوجه ونشكر ربي سبحانه ذا مزوارو الحمد لله الذي بنعمة يتم الصالحات خطر من كل نعمة انتايشي الدوني ثقي وإن شاء الله هذه الحلقة نعمة من نعم الله عز وجل علينا نشكر الله عز وجل ونسأل الله دوام النعم وتمامها. وأعتذر للمصطفى صلى الله عليه وسلم عن كل خطأ أو هفوة إما في رواية موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم أو في فهمي لموقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. وذا نشكر أثمثنا النغ يعني أمد الأئمة القائمين على هذا المسجد المبارك مسجد الشيخ الحدادي بعزازقة وكذلك إخواننا اللجنة الدينية الذين يسروا لنا هذه الحلقات أثني جزاء ربي الخير جميعا أئمة ولجنة وخداما في هذا المسجد ذا رواد هذه الحلقات كن وكن مثلا إن شاء الله كن جزاء ربي الخير وكن يفكر ربي إن شاء الله السر ثلاثا السر والحمد لله رب العالمين.